السلام عليكم. احنا النهارده عايزين نتكلم عن احد السيرفيس اللي بتقدمها اس بي اس وتيم البروجرامنج اللي في اس بي اس. السيرفيس دي اللي هي ان احنا بنطلع بنربط الاوتبوت بتاعتنا من البي اي ام بحاجه اسمها او تكنولوجيا اسمها الاومنتد رياليتي اللي هي اختصارها الاي ار. احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا ازاي بنستغل الكلام ده هندسيا في ان احنا بنحول اللوح ل3D ونبتدي نتمشى في الموديل. عشان انا لو مهندس تشغيل صيانه او لو انا مهندس تنفيذ وعاوز اتخيل كل البيئه اللي حوالين الموديل اللي انا بركبه ابقى شايف الوضع ازاي، ممكن تراجعوا الفيديوهات القديمه. دلوقتي احنا عارفين ان العالم كله بيروح الى اتجاه ان مفيش معارض الفتره اللي جايه، مفيش سيمينارات الفتره اللي جايه، مفيش ايفنتات كبيره. فانا دلوقتي بقى اصبح عندي مشكله كبيره كراجل مصنع او كديفلوبر، ازاي ان انا ابتدي اسوق للمنتج بتاعي، او انا لو سبلاير ازاي اسوق للمنتج بتاعي وازاي اظهر المنتج بتاعي بشكل مختلف عن كل المنافسين ليا، وازاي ان انا اختلف في تقديم البرودكت بتاعي. فاحنا دلوقتي بندي اكزامبل ان احنا ازاي نستخدم الاوجمنتد رياليتي بالاي ار. كل اللي انت هتحتاجه ان احنا ازاي هنبرزنت برودكت بالاي ار. كل اللي انت هتحتاجه بمنتهى البساطه موبايل او تاب. كل اللي انت هتبقى محتاجه هيبقى فيه كاميرا، حتى الكواليتي بتاعت الكاميرا مش هتفرق معانا، بلس ان احنا بنعمل ابلكيشن بننزله على جوجل ستور وعلى ابل ستور. وبعد ما بنعمل الكلام ده بنبتدي نرفع الابلكيشن بحيث ان انت كل اللي هتحتاجه بعد كده عشان تبعت للناس البرودكت بتاعك هتبعت لهم اسم الابلكيشن، حتى مش هتبعت لهم الابلكيشن كله، هو هيخش ينزله من جوجل ستور او من ابل ستور. فاحنا هنا عاملين اكزامبل على بامب، ده ابلكيشن اهو اسمه بامب اي ار. زي ما قلنا احنا هنحتاج كاميرا، والكاميرا دي هتلقط حاجه اسمها ماركر. الماركر ده اللي هو ممكن يبقى البروشور بتاعك او الكتالوج بتاعك وهكذا اللي مع الناس يعني. فاهو دي الكاميرا بتفتح عادي جدا وبيبقى الماركر بتاعك اهو، وباينه قوي ان هي دي ورقه عاديه خالص 2D ما فيهاش اي مشكله خالص. هنبتدي بقى نقرب من الماركر ده، هنلاقي اوتوماتيك البامب طلعت لي هنا 3D. مش طالعه لي 3D بس، دي طالعه لي 3D وانا اقدر الفها وابتدي ابص عليها من كل الجهات، ابتدي اخش اكتر اشوف كل التفاصيل، اشوف الفينشنج، اشوف طرق التوصيل، اشوف هي هتحتاج مني حتى في الاكزامز ده بس هتحتاج مني كام مسمار مثلا، ابص على الوصلات النحاس مثلا، ابص على اي تفاصيل اكتر فيها. طبعا احنا بقى بما ان الموضوع ده بروجرامنج اصلا انت ممكن تعمل فيه اي حاجه، يعني انا ممكن اخفي لك بقى الماتيريال، اظهر لك ماتيريال معينه، اعمل اظهر لك اي داتا زي ما تشوف داتا كلاوزر جنرال انفورميشن بتاعت البامب اهي طالعه لي على الشمال اهي. هي الجنرال انفورميشن بتاعت البامب طالعه لي على الشمال، او الالكتريك انفورميشن طالعه لي برضو على الشمال، او اخش على الميكانيكال انفورميشن هتلاقيها طلعت لي هنا على اليمين. فانا ممكن احط في الموديل ده او في التايب ده اي انفورميشن انا عاوزها باي شكل، وممكن احط بدل البرودكت 1000 بقى، انا ممكن احط 1000 برودكت عندي بحيث ان هو ممكن الموضوع كله يتعمل له ديزاين كان الناس بتالف الكتالوج بتاعك، والناس بتشوف البرودكت بتاعتك از 3D وتبتدي تتعامل معاها وتبص عليها كانها واقفه في المعرض بالظبط، كانها شايفاها في الحقيقه بالظبط، كانه هو ده اللي هيتركب له وده اللي هيروح له بالظبط. وهي دي يعني اللي احنا شايفين ان هي ممكن تكسر الحاجز بتاع الماركتنج الفتره دي عند الموزعين وعند السبلايرز يعني.